متابع مشاهدينا بصبحيتنا بنحكي رياضة أيضا صفحة بنحكي بتفاصيلها عن الفوتبول بنحكي عن الباسكتبول وكل الأبديتس مع الخبير الرياضي إبراهيم وهبي. باب صباح الخير. صباح الخير يسعد صباحك لك ولكل المشاهدين. الحمد لله كمان هابي ماذرز داي خلي لك ولدتك. شكرا. وإن شاء الله هيك كل عيد وهي بألف خير. وأنت كمان ينعاد على كل الأمهات إن شاء الله وتكون سنة خير على الجميع بهالظروف الصعبة. يا رب يا رب. بس نحكي رياضة ما فينا إلا ما نتوقف بعد مرة عند الحدث الأبرز بخلال هيدي المرحلة بطولة لبنان بالفوتبول. وين صرنا فيها هيك؟ شو آخر التطورات خاصة بعرف الإشكال يلي صار صار صفحة ومطوية يعني بالرغم من المتضررين لأن بيتك حد الملعب. صحيح رح يزبطون لنا أولك الكراسي كله بالبيت كله كمان شامل مثل ما شامل كله. خبرنا هيك لنعمل راوند أب سريعة. صح. شو عاد صار بهالختام يلي كان شوي بشع وما بقى حلو نشوف يعني لازم شوي نرتقي بهاللعبة ونشوف شوي حضارة. صح. بطريقة التعامل مع العنصر الثالث بالملعب يلي هو الجمهور. يعني أول شيء اللي صار بمباراة العهد، عم نحكي عن مباراة العهد طبعا. والأنصار بالمباراة الختامية يوم الأحد الماضي اللي قبله كانت المباراة هي الفائز منها سيتوج بلقب بطل الدوري لموسم 22-23 وهيدي المباراة نحن يعني برجع بقول للمرة الألف ما عنا سقافة الخسارة، يعني الكل بده يربح وهيدا اللي قاله أمين عام اتحاد الفوتبول، ما حدا عم يتقبل الخسارة بهيدا البلد بكل شيء مش بس بالرياضة، بالرياضة وبالسياسة وبكل شيء، كلنا بدنا نربح ونكون بالمركز الأول وهذا الشيء تحديدا بالرياضة ما بيزبط لأنه مش ممكن يكون فيه إلا دائما يا فائز يا خاسر مثل كل شيء بالحياة كل شيء. يعني في مراتب في تراتبية هيدي سقافة يعني. هيدي سقافة لازم الكل يتقبلها. بأوروبا بفوت الفريق بيخسر بنتيجة كتير كبيرة بيظهر جمهور عم يحتفل مع فريقه بزقف لفريقه، هيدي سقافة بدنا وقت حتى نتعلمها. لا نحن عم تزيد عنا أكتر، عم تكون مشحونة أكتر، يمكن ما بدي برر بس ظروف البلد من كل النواحي كله عم يلعب أدوار سلبية. الاتحاد أخذ قرارات، جملة قرارات بهذا الموضوع بعدها ولو أنه ما صدرت ولكن قرارات صادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد اللبناني للفوتبول هي إيقاف نادي الأنصار، تخسير نادي الأنصار وفوز نادي العهد. طبعا هو نادي العهد كان فائز لقبل دقائق من نهاية المباراة ولكن ثبتت رسميا، خصم 3 نقاط من رصيد نادي الأنصار، حرمان جمهور نادي الأنصار من حضور المباريات على أرض الملعب 10 مباريات، تحميل نادي الأنصار تكاليف الخسائر يلي لحقت بما يجمع فؤاد شهاب بجوني وتحميله العطل والضرر وبالتالي إعادة إصلاح الملعب. جملة قرارات كانت رادعة وهناك مطالبة أكثر أنه تكون لكل الأندية هيدا الشيء حتى يكون في القرارات صارمة لعدم طبعا. تكرار هالمحاولات. بالتالي من بعد هيدا الشيء صار في اجتماع بين إدارة نادي العهد وإدارة نادي الأنصار وطبعا بحضور رئيس نادي البرج اللي كان وسيط بهالقعدة وكان في إذا بدك تقريب لوجهات النظر بين الأطراف كلها، ودائما بلبنان بعد كل شيء ترجع بتتقرب وجهات النظر. واليوم نادي العهد الساعة 4:30 عم يحتفل على ملعبه، بتعرف أنت ما تم تسليم الكأس بأرض الملعب. صح. اليوم سيتم تسليم الكأس بأرض الملعب لنادي العهد وسط أجواء احتفالية رائعة بتكون بملعب نادي العهد بطريق المطار. طبعا يعني مع الأسف يمكن دائما هيدي الروح الرياضية اللي مفترض الرياضة تتحلى فيها ومفترض أيضا ثقافة الشعب اللبناني انفتاحه، هالصورة يلي بيبينها أوقات كتير حلوة ومرتبة بينزعها بهالتفاصيل، ودائما ما بعرف ليه الخلاف هو سيد الموقف، ومن بعد ما تصير المصيبة والمشكلة بيقعدوا مع بعض على نفس الطاولة منتفق ومنبوس بعضنا وخلص ويا دار ما دخلك شر. إن شاء الله هالثقافة بتتغير. اليوم مع ختام هيدي الدورة عم بحكي على صعيد الفوتبول، هل من تحضيرات تانية أو بالمرحلة يعني الحالية لا ما في شيء؟ صح. نحن في كاس لبنان عنا، كاس لبنان بالفوتبول ولكن منه بأهمية الدورة، سيتم العمل على إنهاء كاس لبنان لنختتم موسم فوتبول. التركيز على منتخب لبنان بالفوتبول هيدي نقطة كتير مهمة لأنه منتخب لبنان بالفوتبول غير أنه بداية الدورة رح تبتدي، بيبتدي موسم الفوتبول بالصيفية يعني بآخر الصيف تقريبا، ورح يكون منتخب لبنان أمام استحقاق وامتحان كتير مهم هو كأس آسيا يلي رح تستضيفها دولة قطر بأول 24 يعني مباشرة
بعد الأعياد، رح يكون في كأس آسيا، التركيز على منتخب لبنان لأنه نحن اوريدي تأهلنا ونحن أمام فرصة لنكون بأجمل صورة بكأس آسيا بالإضافة لتصفيات كأس العالم. التركيز على المنتخب، المنتخب لبنان، يعني بنتمنى كل اللي صار، الأجواء المشحونة تكون قطعت وصارت ورانا لنبتدي موسم جديد، موسم مليء بالأمل، لأنه منتخب لبنان هو الأساس ليكون عم يشارك بكأس آسيا، وهيدا الشيء كتير بهم ونحن بحاجة ليترجم على أرض الملعب. طبعا هذه شغلة مهمة جدا، وعلى أمل أنه الجمهور يعرف حاله أنه عنصر أساسي بالملعب ولازم يتقبل الخسارة مثل ما بيتقبل الربح ومثل كل شيء بالحياة. ما فينا يعني نحصل على كل شيء وهيدا لعبة. قبل ما ندخل على موضوع الباسكتبول بدك تسألني عن الباسكتبول، بدي أقول أنه اليوم التتويج على أرض الملعب لفريق العهد، وبكرة نادي العهد بالكورال بيتش الساعة من 4:30 للستة ونص رح يكون عم يتقبل التهاني بمناسبة فوزه بلقب الدوري اللبناني للفوتبول، وهيدي رح تكون مناسبة، يعني إذا بتروح بتشوف كل الأندية عم تهني نادي العهد، وهيدي بأكد أنه نحن كل هيدي اللي عم تصير هي وليدة صدفة، يعني بلحظاتها بأرضها وبتخلص من بعدها، وأكبر دليل أنه دغري بيرجعوا بيقعدوا مع بعض وكأنه إن شاء الله ما بتتكرر. فهيدي الشيء، يعني نحن ببلد ما بحياتنا إلا نحن مع بعضنا بكل شيء، بالرياضة وبغير الرياضة دائما موجودين مع بعض، لأنه هيدا البلد هو بلد التعايش وكل الناس بدها تقعد مع بعض. يعني ما بعرف قديه بدنا نضل نقول بلد التعايش ونحكي بهالقصص اللي المفترض تصير بديهية. يا عمي كلنا لبنانيين مش حرزينة، مش هالقد بدها يعني، وخاصة أكبر وخاصة بالفوتبول، يعني ما الحياة مش هالقد حرزينة يعني، فخلينا نعيش يومين على رواق بسلام مع بعضنا. كله البلد 10452 كيلومتر وما في شيء حرزين. هيدا بما يتعلق بالفوتبول. أما بالباسكتبول شو الأبديت وشو إذا بدك الهايلايت، خاصة أنه فريقين من الأسامي الكبيرة حكمي رياضي نحن على موعد معهم قريبا. حكمي رياضي نهار الأحد الجاي، يعني نحن بنخلص، يعني هن اللعبتين الأبرز الفوتبول والباسكتبول بلبنان، حتى يعني خلصنا على أمل أنه ما يتكرر أي حدث بالباسكتبول. نحن بتعرف صرنا بموسم الباسكتبول تقريبا قطعنا النص، وبالتالي الأربع فرق هن المرشحين ليكونوا كتير إن بالفاينلز، اللي هن نادي الحكمة، نادي الرياضي، نادي بيروت، ونادي دينامو. هيدول الأربع فرق هن واحد فيهم رح يفوز بلقب الدوري اللبناني للباسكتبول. ويوم الأحد رح يكون ما قبل المرحلة الأخيرة من ختام الريجولر سيزن بين الفريقين اللي هن الحكمة والرياضي. مواجهة، تعرف لما بتقول حكمي رياضي بالباسكتبول على ملعب غزير، هيدا شيء بيحكي عن حاله. التحضير على السوشيال ميديا كمان قريب لك جوني. انا من كل الميلات اكلينا مثل ما، فهيدا على موعد، يعني عن جد شغلة حلوة كتير بلبنان، أنه قبل بجمعة، قبل بعشرة أيام بتبلش تتحضر. إذا بتشوف كيف العناوين، يوم الغضب، يوم المصير، الجحيم، هيدا الشيء اللي بيولع السبور والأجواء الرائعة. يعني كان عم يلعب نادي بيروت مع الحكمة الأحد، كان الملعب فول هاوس بمجمع بملعب غزير. هيدي شغلة رائعة. الباسكت بول بلبنان من الألعاب الرائعة اللي ممكن تستمتع فيها الناس، بتروح مع عيالها. فبليز ما حدا، موضوع المسبات والإهانات وكذا وهيك ما كتير إلى مطرح، لأنه عن جد الناس صارت عم تروح لهيدا المكان الصغير لتقدر تكون مبسوطة فيه. بكون في أطفال أولاد، يعني عائلات مثل ما عم تقول، فحرام أنه نفوت المشاكل والمشاحنات يلي بنتيجة لعبة، يعني خلينا نستمتع فيها 100%. فالأحد بغزير يعني حيكون موعد كتير كبير، رغم أنه المباراة ما كتير إلى أهمية بالنسبة للترتيب العام، لأنه أصبح بنسبة كتير كبيرة الترتيب معروف، يعني هن الأربعة مؤهلين للمراحل النهائية، ولكن أنت بحسب النظام بدك تكفي الموسم تبعك. وهيدي المباراة كثير مهمة، الرياضي والحكمة اثنيناتهم جاهزين، اثنيناتهم عندهم جمهورهم الكبير، جمهورهم العريض. أمير سعود متوقع أنه يشارك رغم أنه كسر منخاره بالمباراة أمام نادي بيروت، ولكن امبارح حط صورة على الانستغرام أمير سعود حاطت الماسك للاعب الـ NBA، عم في إشارة أنه ممكن يلعب المباراة رغم الإصابة اللي تعرض لها. طبعا نادي الرياضي خطر انه يكون عم بشارك حتى لو كان حاطط الماسك والحمايه.
أكيد، بس اليوم هيدول لاعبين محترفين، مباريات جمهور ناطرون، فبيكون فيها بعض التضحيات. الرياضي بضم لاعبين كبار مثل وائل عرقجي، أمير سعود، كريم زينون، لاعبين أجانب على مستوى عالي، إسماعيل أحمد، يعني كل هيدول اللاعبين هن رح يكونوا جاهزين ليقودوا القلعة الصفراء بغزير. بالمقابل هونيك جحيم غزير رح يكون بانتظارهم، جمهور الحكمة عم تحكي بيملأ مدرج ملعب غزير، بعدنا مجمع فؤاد شهاب، ملعب غزير بأعداد كبيرة، سيرجيو درويش بأحلى حالاته من قبل الحكمة، اللاعبين الأجانب كليفلاند وأيضا روش هن لاعبين أمريكان أثبتوا كفاءتهم على أرض الملعب. مدرب عم يعرف شو بده، المدرب جو غطاس. المدرب جو غطاس أنا من سنة الماضية كان إلي هو من المدربين الصاعدين يلي ترك بصمة كتير كبيرة، قلت هو أفضل مدرب بلبنان حاليا ببطولة الدورة، وقدر يترجم هيدا الشيء من خلال قيادته للفريق. جمهور الحكمة بدك تعرف لو ربحت كل المباريات وخسرت مباراة واحدة بيعدموك، لأنه نحن دائما هيدي الفرق الجماهيرية اللي عندها قاعدة جماهيرية كتير كبيرة دائما تطمح إلى الفوز. كل التوفيق لكل المدربين طبعا اللبنانيين، ولكن الجو هو الأفضل دون منازع. لما نحكي عن الأفضل بنكون عم نحكي عن يمكن التكتيك يلي عم يشتغل فيه، بنكون عم نحكي عن الخطط يلي عم يوضعها. صح. على أي أساس بنبني لحتى نصنف بوب؟ أول شيء بتشوف أنت تشكيلة الفريق، أنا بتطلع بتشكيلة الفريق وتركيبة الفريق. عندما بتركب الفريق وبكون عندك مجموعة أنت بتكتشف وبتطلع منها شو اللي أنت بدك إياه، هيدا هو المدرب يلي هو بيقدر. أما أنت إذا عندك ترسانة نجوم بالفريق وأنت مدرب لقلهم، فبالتالي هيدا الفريق ماشي مثل ما كان ميسي ببرشلونة ومجموعة النجوم، فهن كانوا عم بقودوا الفريق. أما لما بيكون في فريق اليوم بتقلي فريق اللاعبين أو ميزانية الفريق لا تتعدى نصف الفريق الثاني، فأنا هون بروح للأفضل. هيدا التقييم الأفضل. اليوم في لاعبين بالحكمة جو هو اللي عم يقدر يطلع منهم، عم يقدر يستثمرون. أنا بعرف ميزانية الحكمة قديه، وقدر جو يعمل هيدي البصمة من خلال اللاعبين يلي موجودين معه. نادي الحكمة هو الوحيد يلي مغير أجانب، هيدا بيأكد أنه نظرة جو قديه كانت مظبوطة وقديه هو قادر يترك بصمة بنادي الحكمة. مش معناتها المدربين الثانيين، يعني عندنا جاد الحاج مدرب منتخب لبنان، مدرب دينامو أيضا على مستوى عالي. جاد الحاج أحد أفضل المدربين اللي مروا بتاريخ لبنان، هيك لهالمرحلة صرنا عم نقول. ولكن أنا جو دائما بقول لأنه قدر يعمل بميزانية متواضعة، إن كان سنة الماضية حتى هيدي السنة رغم أنه رفعوا الميزانية ولكن بعد أقل، هو الأقل بالفرق الأربعة، فأنا بروح للأقل بالفرق الأربعة وقادر يجاري كل الفرق ويكون عم يفوز عليه. من هون أهمية يمكن هذا التصنيف يلي عم تحكي عنه بوب. اليوم المباريات يلي رح تصير لوين رح يأدوا يعني بختام هالبطولة يلي عم بتصير بلبنان، هيك لنعطي صورة واضحة. صح. أكثر نحن بلبنان أصبح الترتيب العام لبطولة الدوري اللبناني للباسكتبول اللي هن معروفين الفرق الأربعة على الأرجح. على الأرجح كيف عم تسألني، يعني بالفاينلز هلأ في بعض مراحل فاينل 8 بس ما بتأثر على الترتيب. بالمراحل النهائية مين رح يكون؟ على الأرجح رح يكون دينامو مع بيروت عم يلعب فاينل 4، والحكمة مع الرياضي، يعني ليك من لدور نصف نهائي. هون بيلعبوا 3 من 5، الفائز 3 مباريات من أصل 5 هو الفريق يلي بيتأهل على المباراة النهائية. فهون أهمية هيدي المباريات بالتحديد المراكز. على الأرجح تقريبا بنسبة 99% أصبحت معروفة أنه الحكمة رح يلعب مع الرياضي ودينامو رح يلعب مع بيروت، والفائز من هيدول الفاين دومي فينال يعني نصف نهائي هو رح يروح للمباراة النهائية لبطولة لبنان ليتم تتويج حامل لقب لهالموسم يلي بنتمنى أنه يكون على أرض الملعب مثل السنوات الماضية وتكون بأجمل صورة، لأنه كل العالم الباسكتبول بلبنان مش أنه حدا بيتابع بلبنان بس، يعني اللي بيتابعوا بالإمارات وبقطر وبالسعودية. صحيح. وبكل الدول جمهور عربي، جمهور العربي المنتشر 100% بكل العالم، بأفريقيا بيتابعوا الدوري اللبناني للباسكتبول. قد ما هو الليفل تبعنا كتير عالي بالباسكتبول، عم تحكي بمنتخبات وصلت لكأس العالم، يعني إن كان للشباب أو للمنتخبات الصغار أو الكبار، المنتخب الأول اللي رايح هلا على كأس العالم، نحن دائما بين الكبار بتصنيف الاتحاد الدولي الفيبا. يعني على أمل أن نضلنا مكملين بهالوتيرة ويكون أيضا في ظروف مؤاتية مساعدة لحتى
هالفرق تاخذ حظها ونصيبها مثل ما لازم. على صعيد الرياضه بلبنان في تحضيرات ثانيه، في اشياء ثانيه عم تتحضر او بعد بكير نحكي عنها؟ يعني هي دول هن الاساس هلا. بالنسبه لامبارح ايضا صار في انتخابات لاتحاد غرب اسيا بالالعاب القوى، ايضا الرئيس رولانس عادي هو كان عم يعمل نتيجه وعم بيكونوا موجودين واصدروا بيان تعميم بهذا الموضوع، هن موجودين. بالنسبه للتايكواندو هيدي اللعبه، لعبه التايكواندو دائما يعني مثل لما بنحكي عن حدا، كنا عم نحكي عن المدرب جو غطاس، التايكواندو بقيادة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفي عم تعمل إنجازات للبنان. لو نحن ببلد الرياضة فيه اخذ حقها كان نعمل تمثال لاتحاد التايكواندو بقيادة الرئيس، لأنه هيدا الاتحاد من لا شيء، يعني من لا شيء نهائيا عم يصنع مواهب، عم يرفعوا اسم لبنان عاليا. فدائما هيدا الاتحاد لانه من لا شيء، يعني هيدا الاتحاد اليوم عم يترك بصمه كثير كبيره وعم بحقق نتائج، ورح نحكي عنها بحلقات جايه لانه نحن جايينا الاولمبيكس اللي هو ب 2024 بفرنسا رح يكون بباريس. فالنظره والامل كثير كبير بهيدا الاتحاد انه نقدر نترك بصمه كثير كبيره. فيا جماعه هيدا الاتحاد لازم يكون كلنا واقفين حده، إعلاميين، فنيين، دولة، وزارات، اتحادات، لجنة أولمبية، لأنه اتحاد التايكواندو نرفع له العشرة. ما بعرف إذا هيدي بتكفي وتوفي. طبعا الخبير الرياضي إبراهيم وهبي، شكرا لكل التفاصيل يلي أعطيتنا إياهن اليوم. إن شاء الله بنلتقى قريبا مع أبديتس جديد. شكرا لك. شكرا لك.